مع إنشاء المشاريع التنموية الضخمة التي تنفذ في محافظة مسندم والتي تعزز من الحركة السياحية في محافظة مسندم، كان لزاما على أبناء المحافظة النهوض بهذه القطاعات وتفعيل الدور الريادي فيها، خصوصا في القطاع السياحي الذي يعد من القطاعات التي ينظر إليها كمغذي فعال اقتصاديا واستراتيجيا ضمن خطط الاقتصاد العماني. ويعتبر عبد الفتاح الشحي من بين أبرز قصص النجاح التي حولت المنظور العام للمستثمر المحلي الذي استطاع تحقيق نجاحات وجوائز على الصعيد الإقليمي والعالمي عبر الاستثمار السياحي في مسندم. الحركة السياحية في محافظة مسندم دائما الحمد لله رب العالمين في تنامي. الموسم هذا الحمد لله رب العالمين كان في اقبال جيد جدا من جميع الجنسيات. نشلم في انا يخت سياحي، نشلم نفهم في مسندم، نشوف جزيرة مسندم كامل من تبدا رحلتنا من خصب الى نيابة ليما، مرورا بكمزار ومضيخ هرمز والمناطق الاخرى مثل الجزر اللي هي بخور شيصة، وعندك بشابوس ايضا بخور حبلين، جزيرة الحبلين، والحمد لله كل مكان كل خور وكل جزيرة وكل مكان خليج نروح له طبيعته تختلف عن الثانية. استطاع عبد الفتاح تحويل هوايته إلى مشروع بدأ بشكل بسيط إلى أن تطور، حيث أصبح الآن مقصد الكثير من السياح، خصوصا الذين يبحثون عن الهدوء والخصوصية من خلال تقديم خدمات عالية الجودة في مجال الرحلات البحرية وتفعيل دور السياحة الفارهة من خلال السفن البحرية التي قام بتصميمها وهندستها شخصيا، ووجوده الدائم على متن السفن أثناء تنقلها في مسارات المياه البحرية في مسندم. أعداد السياح اللي يجون أعداد كبيرة، نزلهم على الشاطئ وعمل لهم خيمة وفلهم وجبة العشاء والإفطار ويستانس بروحه مع هذا، ما يبغى أي شيء ثاني. وفي بعضهم لا ياخذوا رحلة المبيت على الشاطئ زائد رحلة البحرية معنا. في بعض السياح يحبوا إنه دائما يكونوا بالبحر ما ينزلوا على الأرض، يعني يطلع معنا رحلة يومين أو 3 أيام جالس يختار فقط السفينة التقليدية. نحن في محافظة مسندة تتميز بالخلجان والجزر الموجوده في مسندم، وكل جزيره لها تاريخها ولها طبيعتها. عندك الجبال الشاهقه طبعا مختلفه التضاريس، يعني لدرجه ان في بعض السياح يقول لك، يعني يقول انا منبهر بجماليه طبيعه الجبال. اي شركه هندسه هي قاعده تصمم الجبل بهالطريقه، يا عمي هذه هندسه الهيه. يعتبر الجمال الطبيعي في مسندم متفرد بمقوماته البحرية والجبلية، فإن استغلال هذه الحركة السياحية تعتبر فرصة كبيرة للمستثمرين للنهوض بهذا القطاع باعتباره مورد اقتصادي فعال.